أيها المواطنون، أيتها المواطنات، صاحب الجلالة يخاطبكم. من واجبي شعبي العزيز، ومن واجبك شعبي العزيز، ومن واجبنا جميعا أن نسير إلى الصحراء. عيت انا لسيده ديالي وولادي وسلمتهم وقتهم، كان ودعهم يعني حقيقه وداع، وداع من لا يعود، فهمتي. وكنا كنبكيو في التليفون، كان بحال واحد اليوم ديال الحشر، كان ديرو بالدارجه شاخده، كان خضم ديال الناس كيتحرك وفي دماغهم ما كيروج الا واحد القضيه، امتى غادي نتحركوا. ليله عائليه يعني، طيبنا المويميله كما تيقولوا المغاربه، لعبنا الكارتة لعبة تجاري. وحنا بدينا كنديروا التجربة ديال الصوت مع الرباط، واش كيسمعونا، واش مع أكادير الكثرة، لأن أكادير لما الصوت ديالنا يوصل لأكادير بحال يوصل للرباط. نسير إلى الأمام، نخترق الحدود الوهمية التي صنعها الاستعمار. هذه أعلام الدول المحبة لوحدة الشعوب، تخترق الطريق أيها الأخوة. أنا تنظن هو أحسن روبورتاج درت في حياتي، هو هذاك روبورتاج المسيرة الخضراء. حدث القرن، لا يمكن تشارك فيه وتغطيه كل تجرد، غير كتعطي الخبر وكذا وكذا. انفعال، كل شيء منفعل، كان بكيو من نوع. بعض المراسلات كنا نمسك الهاتف لأكثر من ساعتين أو ثلاث. أؤمن إيمانا راسخا بأن مسيرتنا قد أدت رسالتها، وأنها قد أدركت هدفها. حسيت براسي بأن ما خصني نرجع، خصني نستمر، عندي بزاف ما ندير مازال. مقاطعة تجمع رفايا مدينة العبور. إذاعة رفايا هو أول عمل إعلامي فعلي للإذاعة والتلفزة في ما يتعلق بقضية الصحراء. دشنت الإذاعة وأقامت في مدينة طرفايا إذاعة محلية موجهة خصيصا للأقاليم الصحراوية التي عرفناها من بعد، ولإخواننا الصحراويين لربط الاتصال ولتذكيرهم بأصلهم وبأصولهم المغربية، وأنه فهمتنا لها، ولإعداد الجو. هذا طبعا عرفناه فيما بعد. طرفايا إذاعة التحرير والوحدة كانت النواة الأولى من الناحية الإعلامية في مرحلة الاستعدادات، لذلك كانت الرسالة جد مهمة، لأنها كانت المحطة الإعلامية والتواصلية الأولى في أرض الصحراء في طرفايا، المتوجهة إلى الإخوة الذين كانوا في الأقاليم الجنوبية والتي كانت حينئذ تحت وطأة الاستعمار الإسباني. أريد شعبي العزيز وشبابي العزيز أن نجعل جميعا من هذه السنة المقبلة سنة استكمال حريتنا واستقلالنا الترابي. هو السياق ديال تأسيس إذاعة طرفايا جاء في إطار عملية ديال التعبئة اللي جات من بعد الخطاب ديال 8 جويليوز 1974. طبعا تعبئة سياسية، تعبئة ديال الأحزاب، تعبئة ديال الدولة، تعبئة ديال الشعب، تعبئة ديال الإعلام. ومن جملة التعبئة اللي تمت خدها في الإعلام، كنا عملنا واحد مجموعة ديال البرامج في الإذاعة ديال اليوم، منها برنامج صوت الصحراء اللي كنت كنشرف عليه أنا، أو في النشرة ديال الأخبار طبعا بعد المتابعة الإعلامية والإخبارية
تتقع القابات عليك سياسي كنت كنشرف عليه كنكتبو. وجات الفكره ديال في هذا الاطار التعباوي، جات الفكره ديال انه تعمل اذاعه في طرفايا. عندما وصلت انا الى طرفايا كباقي الاخوه في العاملين في الاقسام الاخرى الحسانيه والعربيه، لم تكن هناك لا آلة كتابة ولا ديبش ولا قصاصة الأخبار ولا أي شيء، كان هناك فقط القلم والورقة. الوسيلة الوحيدة اللي عندك باش تاخذ الأخبار وتاخذ المعلومات كاين جوج الحاجات، كان واحد الراديو سميتو ساتيليت كبير ديك الساعة، كان منه كان الله يرحمه ابن عيسى حجي ابن عيسى الفاسي تيتبع الاخبار في الاذاعات او في الاذاعه الرباط وتياخذ منها كذا، بالاضافه للاخبار اللي تتهم منها اللي هي اما كنا كناخذوها من مخابرات الجيش او لا من مخابرات اخرى اللي كيجبنوا المعلومات كيمشيو الناس الصحراوي اللي كيمشيو للعيون وكذا كيجيبوا خبيرات خبيرات، حنا هذوك الخبيرات كنصيغوهم وندير لهم كذا وندير لهم تعليق وعايشين في العالم ديالنا بوحدو. انما مرحله جديده من الكفاح التي ستكون مرحله الانطلاق نحو بناء مغرب جديد، بناء مغرب عزيز، بناء مغرب كريم تسوده الاخوه ويعمه الامان والسلام. فكان عندنا سجال يومي حتى في التعليق السياسي اللي سمعت انا، دائما كان السجال يومي مع الاذاعه ديال العيون. حنا كنا طبعا عندنا التصنت على الاذاعه ديال العيون ديك الساعه كنتصنتوا شنو كيقولوا وهما كذلك كيتصنتوا علينا. El mismo día en que en Madrid Franco escribe su testamento, en el Sahara la voladura de tres jeeps españoles. إذاعة العيون كانت تابعة للإذاعة الوطنية الإسبانية الراديو ناسيونال دي إسبانيا، وكانت من أهم ومن أجود إذاعات المحلية في إسبانيا. لماذا؟ لأن الإذاعة كانت ترمز إلى محاولة إعطاء كل جوانب الحياة إلى الجيش الإسباني المقيم في الصحراء حينئذ، ثم أن كان دورها دور خطير وهو إشعار الصحراويين بإسبانية الصحراء. كما شديث la comparación no es razón. Sin embargo, el Martín de los Cerros, uno de los barrios junto a la Plaza de España en Madrid, existen 10 escuelas, 11 dispensarios, 3 hospitales y 14 centros de información. Es decir, casi 50 veces más de lo que existe actualmente en la ciudad de Leyún. Hada, comentario político, at-ta'liq siyasi, wa huwa yatakallam, yatatarraq, lil-imkanat fi hayy من أحياء مدريد وهو مارتين دي لوس إيروس الذي كانت توجد فيه 10 مدارس وخمسة مستشفيات وستة مراكز للإعلام، بينما في كل مدينة العيون لم تكن هناك إلا مدرسة واحدة ومدرسة خاصة بالإسبانيين، ثم لم تكن هناك أكثر من مستشفى ومستشفى آخر خاص بالإسبانيين وبالجنود. كان واحد دويرات كانوا كيبنيو من الإنعاج، دويرات عاديين، دار فاش ساكنين الإخوان فين ياكلوا وينعسوا ويشربوا وداكشي كذا إلى آخره، وكتخرج من هنا وكتدخل لواحد الدار أخرى حاطين فيها جوج ديال النقرات واحد الغرفه اخرى مصاوبين عليها الزاج هكايا زاج يعني باش انا راه هو الاستوديو، نقره كتكون في التسجيلات ونقره كتعمل مباشر مع الاستوديو.
كان وكان ليميتور ديال 5 كيلووات كيوصل العيون كيوصل لهم في الليل بالخصوص. مدينة بسيطة صغيرة، هناك لا أكثر من مقهى واحد، ثم هناك سوق أسبوعي صغير بسيط، وتقريبا كل سكان طرفاية كانوا يتوكلون على السمك. السمك هناك كان كثير. كانت الرباط كيصيفطوا لنا الصقيطات ديال اللحم، هذا حنا التجهيزات كاينين ديال الثلاجات وداك الشيء كاين، ولكن ما كانش عندنا الماء. كان جد الله يرحمه كان كيحصل بقرعه ديال المناضه. بعض المرات كيجي الماء خيط. كانت هذيك الاذاعه فهمتي يعني حق اذاعه مناضله، تفهمتي، توجه برامجها الى الصحراء. كانوا الاخوان يعيشون في ظروف يعني مؤلمه. وقد حقق المغرب الانتصار الأول عندما صدقت الدورة 26 للجمعية العامة للأمم المتحدة ودون أي معارضة على اللجوء إلى محكمة لاهاي. وطيلة سنة قام المغرب بحملة دبلوماسية واسعة تحدوه الرغبة في حل المشكلة سلميا. إسبانيا تقول ما بيني وبينكم خلاف، إذا ما عندي لاش ندخل مفاوضات مع المغرب. تفاوضوا على ياش؟ حنا تنقولوا لا، خصك تدخل معنا في مفاوضات على قضية الصحراء، لأن الصحراء ديالنا. إسبانيا تتجاوبنا وتتقولنا أنا دخلتها وصلتها أرض خلاء خاوية، ما فيهاش شي علام، ما فيهاش شي سلطة حكومية، إذا هذه أرض سلطة خاوية دخلت لها، لأن كانت في القرن 19 وقبل منه في القرن 18 كانت القوات الاستعمارية تدخل لواحد الأرض تدير العلام ديالها وتدخل الأرض ديالي. وفي هذا الإطار إسبانيا كانت عولت دير واحد الاستفتاء في الصحراء، الأساس دياله هو الارتباط الدائم مع إسبانيا. عندما توترت أو حصل المأزق بين المغرب وإسبانيا وأدرك المغاربة أن هناك مخططا يراد به فصل هذا الإقليم بصفة نهائية، لجأ إلى الأمم المتحدة. هناك مسألة في غاية الأهمية، هي أن الذهاب إلى محكمة العدل الدولية لم يكن فقط بإرادة من المغرب، ولكن كان بإرادة من المجتمع الدولي، أي أن الأمم المتحدة هي التي طلبت الذهاب إلى التحكيم. وفي هذه السنين الأخيرة إسبانيا كانت كتهيئ نفسها باش تنسحب من الصحراء، ولكن باش غادي تخلي تما واحد الدويلة واللي غادي يبقى عندها ارتباط وطيد بطبيعة الحال مع المستعمر السابق أي إسبانيا. فالحسن الثاني رحمه الله سبق هذا القرار ديال إسبانيا، وفي الحين يعني في 74 قرر باش يوضع السؤال على المحكمة لاهاي، بحيث قطع الطريق على المخطط الإسباني الاستعماري الإسباني. فكانت مرافعات مهمة جدا وطويلة، لأن كيخص الإنسان، كانوا المحامين المغاربة خصهم يجبدوا جميع الوثائق ويتكلموا على هذه الوثائق والظروف فاش تعملت وتتوزوا الظروف والتاريخ ديالها والأسباب ديال الوثائق، وعلاش المغرب سكت هذه المدة كلها، وعلاش ما كانش مقاومة، وعلاش ما كانش هذا. المغرب فضل الوسائل الدبلوماسية والوسائل السلمية باش يسترجع الصحراء ديالو الى اخره. يعني كل واحد بده واحد جانب اللي هو مهم بالنسبة للقضية. فتيت عليهم بالتليفون مع الرباط، داروا واحد الوسيلة، كان ذاك الساعة واحد الإنسان واحد تقني عاد جا الوكالة قال لي عنده واحد الوسيلة باش يمكن يسجل مباشرة، غير نفتي أنا في التليفون، ماشي نفتي جملة بجملة، ولكن نقرا النص كامل، نمشي مع النص كامل وغادي يتسجل. هذا الشيء خدا لي واحد ساعة ونص لساعتين ديال أنا كنقرا. لما انتهينا وسالينا ومشيت نعس ارتاح، الراس ديالي مفروحة كذا، تعرف إيه كإنسان كي
كيضر واحد ساعتين ولا ثلاثه ساعات بدون انقطاع. على ما حطيت راسي واحد ساعه ما كان نعس عيطوا لي من الرباط قالوا لي هاد الحاجه ما سجلتش. فهي هذه فاش اضطريت مشيت حتى لباريس لا سي بي لاجون سنترال باريزيان باش نطلب من الراقيين ديالهم هما اللي طبعوا لي داكشي هذا الى اخره وصفتوه للرباط لان كان عندنا خط مباشر مع ديك الساعه مازال ما عندناش المكتب ديالنا في باريس. إذن في هذاك الصباح ديال 16 اكتوبر صدرت المحكمه القرار ديالها. باش حنا نعرفوا القرار صدر جات واحد البرقيه ديال وكاله الانباء الفرنسيه فيها 10 ديال السطور او 12 ديال السطور فيها تلخيص لواحد الوضعيه معقده لواحد الحكم كبير. فوقع واحد الاضطراب على الاقل بالنسبه لنا في قسم التحرير كيفاش غنقدموا هذه البرقيه في الليل. جوج الاخوان بين في السفوره مكتوب بان عن كاين سفر لمراكش وتيقول لك راه غادي واش هذا السفر غيكون طويل ولا قصير باش تجيب المسائل ديالك مثلا كان سفر طويل تجيب حوايج زيتين وهذا وهذا. فجينا قال غنمشيو لمراكش مشينا كاين خطاب ملكي فعلا مشينا قبل ما نهبطو كنا قالوا سيروا شوفوا لاكيس راه كاين شي بركه تمايا. فدزنا لاكيس كان واحد البركه يعني تفرح القلب وتتلج الصدر 1200 درهم عرفتي شنو هي كل درهم 100 درهم. فعرفنا بان كاين شي حاجه اللي هي كاين با نورمال لان في العاده كنا كناخذوا الديبلاسمون ديال 12 درهم في النهار. في ذلك اليوم وقبل ان يخرج الملك جاءني احد الخزميه وطلب مني وقال لي انا صاحب جلاله يدعوك. دخلت للقصر الداخل تفلسفت امام صاحب الجلاله رغم انني يعني موالف نحضر الخطب ديالو هذا واخذت القلم لاكتب به ما سيقوله لي. فسقط مني القلم حنيت باش ناخذ القلم فقال لي لا تحتاج الى قلم في الذي ساقوله لك لا يحتاج الى قلم وكتاب. استمع الي كما يبان. قال لي ابتداء من اليوم يجب ان توجه الكاميرا نحو شخصي لا نحو العالم. بلغت الإخوان في التلفزيون فغيروا اتخذوا الإجراءات الدلهم وخرج صاحب الجلالة وبدأ الخطاب. هذه هي الانطلاقة ديال الحدث. واحد الوقيتة بلا الهضرة بحال هكذا الهضرة كل واحد تيهضر هذا وهذا والصحراء والصحراء. فأنا واحد النصراني واحد الفرنسي قال لي شوفوا أنا نقول لكم حاجة واحدة أنا نقول قال لي كي الآخر حسن أنت اللي لابسك عسكري راه غادي على الحرب. إلا خرج لابس كومبلي فالكلمة للدبلوماسية. قبل تفكرنا هكذا في ديك الفترة اللي حتى ذاك الوقت اللي بان حسن وبان بزي مدني ودار فينا قلنا أما الناس التلفزيون طلبوا لونتين هذا هو اللي تيسمح الوقيتة ملي تقول سيدنا هذه الكلمة بنتوش تيقول الكلمة المعروفة. أيها المواطنون أيتها المواطنات صاحب الجلالة يخاطبكم. نشيد الوطني. أولا اعترفت المحكمة بأنه لها الصلاحية باش تنظر في الملف وتحكم في الملف. ثم أجابت أخيرا محكمة العدل على السؤال الثالث، ما هي العلاقات التي كانت موجودة بين الصحراء وبين المغرب؟ ما بقى شبيل عزيز إلا شيء واحد، أننا علينا أن نقوم بمسيرة خضراء من شمال المغرب إلى جنوبه ومن شرق المغرب إلى غربه. علينا شبيل عزيز أن نقوم كرجل واحد بنظام وانتظام لنلتحق بالصحراء ولنصل الرحم مع إخواننا في الصحراء. أنا وصديق معنينو كنا نلازم الفريق العسكري الذي كان ينظم خروج المتطوعين من جميع أنحاء المغرب.
كانوا هما الذين يضعون اللائحة في الخرائط، المدينة الفلانية تخرج يوم كذا في الساعة الفلانية، المدينة الفلانية، الترتيب يعني كل يوم كنا ناخذ البرنامج ديال خروج المتطوعين من مختلف جهات المغرب، وكنا طبعا حنا نهيئ مع اخواننا اللي تركناهم في الرباط مثلا في الاذاعه، مثلا مع الاخوان الاذاعه رئيس التحرير واخواننا، اننا ننسق معهم ونعطيهم اللائحه ديال الخروج، وهم يتصلون بالاذاعه الجهويه اللي في المناطق التي سيغادر منها المتطوعون. الان نحن وسط مجموعه من الشباب والمواطنين المغاربه الذين تم تسجيلهم أو الذين ينتظرون دورهم في التسجيل. الأخ الاسم ديالكم؟ الأخ الفهد السلام. شنو الشعور ديالكم الآن أنتما كجيتيو باش تلبيو النداء ديال صاحب الجلالة للسير في مسيرة فتح الخضراء؟ الشعور ديالنا نحو هذه المسيرة بغينا نمثلوا شباب المغرب ونقوموا بواجب وطني مقدس لصالح مسيرة الفتح. في القنيطرة يعني أخذت القطار مع المتطوعين لأرصد كل ما يجري في مسير القافلة، فمن هناك وصلنا إلى مراكش. من مراكش كانت آخر محطة للقطار، هناك بيتنا ليلة وأخذنا في الفجر يعني طابور كبير وكبير جدا من الحافلات ومن الشاحنات صوب أكادير. إذن كان عملي أنا وهو أن أرصد وأسجل كل ما أراه من نوادر، من أخبار، من كذا، ولما أصل مثلا إلى مراكش أخذ الهاتف وأتصل بالتحرير المركزي وأزودهم بكل ما لدي من معلومات، فيتم تحرير هذه الأخبار ومعالجتها وبثها. إخواني المواطنين، أخواتي المواطنات، إن مسيرتكم الخضراء مسيرة مباركة ميمونة، فلتنطلقوا في مسيرتكم الخضراء بسم الله مجراها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم، صدق الله العظيم. قبل انطلاق المسيرة الخضراء عقد مجلس الأمن اجتماعا وطلب إلى المغربي أن يبحث في حل أو مفاوضات، وكان جواب المغرب نعم للمفاوضات، لكن المسيرة انطلقت. في هذه الفترة بالذات إبان انطلاق المسيرة كانت هناك مسيرة أخرى غير معروفة وغير متداولة على نطاق واسع، ألا وهي مسيرة المفاوضات، وهذه هي التي أسهمت أيضا في إنجاح المسيرة الخضراء ولم تجعلها تتحول إلى مواجهات. أولا وقع المفاجأة، لا بالنسبة للمحيط الإقليمي ولا بالنسبة للمحيط الدولي، وكان مجلس الأمن اجتمع وكان هذاك الرئيس ديالو مالك الاتحاد السوفيتي طلب مباشرة وبوقاحة لأنه ما يوقف مسيرة الخضراء. No me sirve para nada, señor presidente, el que me digan que abrigan propósitos pacíficos. El que abrigue propósitos pacíficos que se quede en su casa. Esa es la mejor solución para todas estas crisis y tensiones. Llegar a un territorio donde no es posible albergar a una masa humana de 350.000 personas es cuando menos disparatado. Por eso nosotros queremos pedir amparo a este Consejo de Seguridad. El territorio al norte de la frontera está sembrado de minas. Dentro de nuestro territorio mismo se han sembrado por terroristas marroquíes numerosas minas. Nosotros queremos prevenir antes que reparar. Quisiéramos que Su Majestad el Rey de Marruecos desista de esta proyectada invasión. المرافضين للمسيرة الخضراء كانت الجزائر، كانت تحاول بجميع الإمكانيات وتجند أصدقائها في إفريقيا وفي الدول الشرقية، لأنه كانت هناك الحرب الباردة على أشدها،
وكان هناك المعسكر الشرقي بقيادة الاتحاد السوفيتي آنذاك، والجزائر باعتبارها كانت في جوقة الدول المتحررة الدول الاشتراكية بين قوسين، فكانت لها أصدقاء مثلهم، منهم كان مثلا تذكر ألمانيا الشرقية كانت اتخذت موقف عدائي ضد المغرب، والمغرب رد بقوة، أعتقد أنه لجأ إلى سحب سفيره من ألمانيا. ما ننسوش بأن مجلس الأمن كان مجتمع باستمرار مفتوح لعدة أيام، ومجلس الأمن مجتمع تدرس هذه القضية. ما ننسوش بأن واحد العدد كبير ديال رؤساء الدول جاءوا للمغرب أو اتصلوا بالمغرب أو دخلوا عندنا وعند إسبانيا. ما ننسوش بأن واحد العدد ديال الدول العربية ضغطات على إسبانيا باش ما تدخلش في معركة، باش ما تطلقش إطلاق النار. ما ننسوش بأن إسبانيا الرئيس ديالها فرانكو كان يحتضر، كان تيموت، واللي غادي يجي موراه هو خوان كارلوس، هو ملك. ما يمكنناش نفكروا على أن ملك بغى يزعزع الثقة بملك آخر، خاصة وأنه كان صديق ديالو. أثناء المسيرة الخضراء كان هناك واحد الكولونيل استعماري خبيث اسمه كولونيل فيغوري، حاول يتزعم هو واحد مجموعة ديال الضباط الإسبانيين محاولة انقلاب. جنرال سالازار لما طلبوا منه باش يشارك معهم في العملية، جنرال سالازار اللي هو حاكم هذا ما قبلش، واتصل بالملك داك الساعة أبير خوان كارلوس اللي هو الحاكم، هو اللي هو المسير للدولة الإسبانية. جاء الأمير خوان كارلوس زيارة للعيون على عجل. Duncan Vaughan es un votre conversación avec Monsieur Valheim. Dès que vous le savez, Monsieur Valheim avait un but bien précis. قبل المسيرة الخضراء جاء الأمين العام للأمم المتحدة كورت فالهايم إلى المغرب، واستقبله الحسن الثاني بالتفاتة رمزية كانت عبارة أنه أخذه معه لتدشين سد في ضواحي مراكش، وكان ذلك تلك الإشارة تعني أن المغرب مهتم بخيار التنمية. وقد قلت وأنا أغطي الحدث في ساعتها إن صاحب الجلالة يفجر اللحظة الصخور الأولى لهذا السد كما فجر الصخور تحت أقدام المسام. أهم أحداث ديال أثناء المسيرة الخضراء اللي هو خاطري وتسعيد الجماني اللي جا، هذاك كانت حدث خطير ومهم. ضربة قاسية، هذه كنعتبر أنا كذلك من الإضافات الإلهية اللي ربي رئيس الجماعة الصحراوية اللي كانوا الصبريون معتمدين عليه باش يكونوا باش يديروا الحكم الذاتي ديالو، فإذا به تيجي ويؤكد ما قاله الحسن الثاني بالقانون الإسلامي الدولي البيعة. شي خطاب القهر شي نهار الحسن الثاني من أكادير موجه إلى جماعة ديال المشقين البوليساريو، فهمتي، اللي قال لهم إن الوطن غفور رحيم، هذه راه كانت في أكادير، إن الوطن غفور رحيم وجيو وراه مكانكم في المغرب، في المغرب ديالكم باش تساهموا في بناء هذا الوطن. شعبي العزيز في الصحراء، إنني أعلم وأنت تعلم كذلك أن الأجانب والأعادي يرمونك بنوع من الميز القبلي ومن العنصرية القبلية، وهكذا يريدون أن يلعبوا بين صفوفك، وأنا لا أؤمن بهذا ولا أجعل فرقا بين أي واحد ينتمي إلى قبيلة من قبائل الصحراء، بل جميع الرعايا سواء أمام الحق وأمام القانون، بل لشباب الصحراء مستقبل أغر، مستقبل زاهر إنهم أرادوا أن يعملوا لصالح إقليمهم.
حتى تقال في الليل على الملك غادي يلقي خطاب من أكادير. إذا فجاءوا اللي جمعوا الصحفيين وحنا منهم وهزونا في الكيران، ربما كانت واحد كذا وثلاثين كار ديال الصحفيين، شيء خرافي. وجابونا على تقريبا واحد 180 كيلومتر حتى وصلنا للمطار ديال طنطان. هزونا في واحد الطائرات، أربعة ديال الطائرات عملاقة تتسمى C-130. المهم هزونا نزلونا في أكادير، يعني نزلونا في أكادير وعاود وصلنا الكيران، داونا اللوطيلات بحال كيفاش نقول لك، بحال واحد ارتحنا، يعني تنعسوا في الارض والرمله وكذا وما عرفش داكشي، تصبنا راسنا في طيله في اكادير. فقلنا اذا بلاش الملك معروف هو بمراوغات ديالو، غادي يقول شي طريقه رحنا وخرناها كذا وسنعود اليها بعد اسبوعين وشي حاجه، ودابا الله يخليكم اللي عنده شي دار يمشي لها. هذاك النهار سيدي صعيب يوصف الانسان بحكم تواجد يعني ما يناهز اكثر من 1000 صحفي معتمد ومواطنين ودول صديقه وشقيقه واللي جاوا كمهتمين من دول اخرى. يعني اكادير ولات هي عاصمه عالميه للخبر، كلشي الناس كينتظروا الوقت فاش جلالة الملك المرحوم حسن الثاني سيعلن عن الانطلاقة الفعلية للمسيرة الخضراء. شعبير عزيز، غدا إن شاء الله ستخترق الحدود، غدا إن شاء الله ستنطلق المسيرة، غدا إن شاء الله ستطؤون أرضا من أراضيكم وستلمسون رملا من رمالكم وستقبلون أرضا من وطنكم العزيز. غير ألقى الخطاب فهمتيك، انتقلنا احنا بسرعة إلى الإذاعة، الصحفيين ديال الإذاعة المغربية طبعا والتلفزيون شبه خاصة، انتقلنا إلى الإذاعة الجهوية في أكادير. أول هزينا التليفون وعيطنا للعائلة سديانا كنودعوهم، لأن خصك تعرف على أنه التأثير اللي كان عندنا في ذاك الوقت، يعني أننا حدث وطني كبير حنا مقدمين عليه وحنا ما عارفينش واش غادي يكون في هذه المسيره، واش غادي يكون ضرب، واش غادي يكون قتال، غادي يكون اعتراض، واش غادي نخرجوا منها بسلام او غادي نموتوا. يعني فهمت، عيطت انا للسيده ديالي وولادي وسلمتهم وقتلهم، كان ودعهم يعني حقيقه وداع من لا يعود، فهمتي. وكنا كنبكيو في التليفون، زاد اثر، كنتفكر هذيك الساعة هذيك لما كانوا كيعينوا الفريق اللي غادي يمشي لمراكش ولا غادي يمشي لأكادير ثم لطرفاية فيما بعد اللي غادي يغطي المسيرة الخضراء، قيل لي نفس الكلام تاع في المواقع الخلفية، مع أن أنا كنت غادي نطرطق بالدموع باش نمشي نشارك في المسيرة الخضراء. لكن قلت له شكون كان هو بن الدوش هو غادي يمشي، معنينو كان حتى هو مشى. هاد المجموعه اللي قلت لك هي كاع الاطور الناس اللي كاينين في الاذاعه كلهم تخواد الاذاعه. ايوا وشكون غادي يسير لنا هنا؟ سي محمد بن الدوش لما خبرني بكوني غادي نبقى في اكادير، زعما احسست بنوع من الحزن، لان العمليه مهمه جدا وكان يجب علي أن أحضر، وكان كنت أمني النفس بالحضور. فحاولت أن أقنعه، فأكد لي أن لي الأنشطة الملكية أهميتها كذلك. طلعنا المطار، ركبنا في الطائرة العسكرية عبتنا الصحفيين كلهم، لا المغاربة ولا الأجانب اللي كانوا تما، ومشينا لطنطان. طنطان نزلنا من طنطان واخدنا السيارات باش مشينا طرفايا. وصلنا لطرفايا الليل، مشينا للإذاعة طبعا الجهوية، حنا يعني كنا سعداء، كنا عندنا واحد
عندنا واحد المركز اللي نمشيو له اللي غادي نصيبوا فيه اخوانا وغادي نصيبوا فيها. مشينا تما صبنا وما كان عندهم الرز بعدا في داكشي اللي عبينا لهم وما كان عندهم الرز. هذوك الاخوان ديالنا وجدوا لنا واحد القدره ديال الرز تعشينا فيه هذاك النهار من احلى ما ياكل، كنا جيعانين طبعا. هذاك الظلام اللي رافقنا في الطريق كامل صبنا مدينة جاهلة. شنو ترى؟ ترى هو أن الناس سمعوا الخطاب ومالي الكاميويات راه كانت بين 7000 و 8000 كاميو في المنطقة، شعلوا الضوء والناس بداو تيطيحوا الخيام تيجمعوا حوايجهم تيعمروا باش يدخلوا، هما غيدخلوا على رجليهم والكيران غيتبعوهم. وعاد شوف كيفاش خرج القضية، كان بحال واحد اليوم ديال الحشر. كنقولوا بالدارجة شاخده، يعني كان خضم ديال الناس كيتحرك يعني في عقلهم وفي دماغهم ما كيروج الا واحد امتى غادي نتحركوا. هذا هو متى سننطلق. كل اللي نتمعنا كلها، وكان معنا المدير ديال التلفزيون هذاك السي قوي البناني، جمعنا كلنا ودوزنا ليلة عائلية، يعني طيبنا المويميلة كما تيقولوا المغاربة، ولعبنا الكارتة، لعبنا تجاري، لم يحسبوش الناس في كارتة أخرى، لعبنا تجاري، اللي تيعرف يلعب تجاري يلعب تجاري، اللي تيلعب التمر تيلعب التمر، لعب سنتر تيلعب سنتر. لأنك نحن ديما هادشي معنا، الفريق ديالنا كان ديما هادشي معنا، ومعنا كرة نلعبوا الكرة لأن كانوا كلشي كويريه. فجلسنا الليل واحد الوقيته جا المدير ديال التلفزيون سقط بناني وفرق المهام. كنت مرتاح جدا وكنت أفكر، ولو أنني أتجاذب يعني أطراف الحديث مع الأصدقاء، الفكرة دي كان خدام بوحدو كنفكر أش غادي نقول للناس ملي تنطلق المسيرة. هذا هو الهم ديالي الوحيد. فكنت أفكر حتى في الجملة الأولى التي سأقولها، ولا أكذب عليك إن قلت لك بأنني استلهمت مقدمة أول تقرير صفته الإذاعة من أديب عالمي وأحبه كثيرا وقرأت له كل ما كتب، اللي هو أرنست إيمينغوي، اللي حتى هو عاش في ظروف معروفة يعني عالميا كأديب. واخذت يعني شبه عنوان ديال واحد الكتاب ديالو هو باش بديت المقال ديالي الاول او التقرير ديالي. ليبوبي دو سيكل بريزونطاسيون ربيعه مكي بريطل محمد خياط يوسف بن زهرة. Ils sont des milliers de vieillards, de jeunes, des femmes à avoir réalisé l'espoir, à avoir démontré leur flamme pour une terre marocaine, le Sahara. في الصباح الباكر يوم 6 نوفمبر تجمعنا مع الصحفيين ونقلونا جماعة، وهناك من كانت له سيارة، مثلا بعض المؤسسات كانت لها سيارتها الخاصة، نقلونا إلى مركز الطح. Il est 10h10. Clameur de joie, la procession de la paix a commencé, penchée en avant, courant à la main et drapeau brandi. Les volontaires de l'unité avancent résolument, religieusement, courageusement, bravant vent de sable, chaleur du désert, désert depuis toujours aimé. Ne sont-ils pas tous en effet frères de Moutechfin et de Ma'al-Ainin? Ils sont des milliers et des milliers de marcheurs cherchant le bonheur. Ce sont des milliers. Des milliers de marcheurs qui vont dans l'honneur vers une terre depuis toujours la leur, le Sahara. الصحفيين يعني تبارك الله عليهم من كل جنس، والمتطوعين واقفين مستفين في واحد امامنا قبل ما يقلعوا. وحنا بدينا كنديروا التجربه ديال الصوت مع الرباط، واش كيسمعونا، واش مع اكادير الكثره، لان اكادير لما الصوت ديالنا يوصل لاكادير بحال يوصل للرباط.
لقد اقتربنا من فوج ورزازات الذي سيكون له الشرف في أن ينطلق في بداية هذه المسيرة. هذا هو إقليم ورزازات، وهؤلاء هم متطوعو ومتطوعو ورزازات في نظام بديع، في نظام بديع أيها الإخوة. وتنطلق هتافات الله أكبر. كنت في الكروشي، يعني ما اسمه الطاح. أنا كنت في الجبهة ديال الطبع الطاح، ديك الانطلاقة الأولية، الخضم ديال البشر الأولي اللي غادي رمزيا هو اللي غادي يبدا، وعندها تجي الوفود الأخرى من الأقاليم كلها من وراء. أظن إلا كنت عاقل مزيان العاشرة وحوالي 30 أو 32 دقيقة في هذا التقارب، في هذا التقارب. وانطلقنا. سيداتي وسادتي، رفعت الحدود في هذه اللحظات، وانطلق شعبنا، وانطلقت جماهير أمتنا في كل مكان تنشد الحرية وتنشد الوحدة. ورفعت الأعلام، أعلام الدول الصديقة والشقيقة، تواكب مسيرتنا. لقد اخترقنا الآن الحدود الوهمية. الجميع يصيح الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر يا أبناء أمتنا في كل مكان. هذه مسيرتنا مسيرة سلام، هذه مسيرتنا مسيرة سلام، مسيرة أخوة ومسيرة إخاء. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك. أنا تنظن هو أحسن ريبورتاج درت في حياتي، هو هذاك ريبورتاج المسيرة الخضراء، لأن تصور أنت قدام واحد العدد الآلاف ديال الناس هازين القرآن وهازين الأعلام وداخلين وما عارفينش راسهم كي رفيت شحال غادي يمشيو، وقدامهم سبليون العسكر دايرين الطنوكا ودايرين المدفعية، يعني شنو؟ لهذا بديت نبكي. حتى التغطية ما كانش واحد التغطيه ديال صحفيه محض غير هكذاك، ما يمكنش تشارك في واحد الحدث بحال هكذا، حدث القرن، ما يمكنش تشارك فيه وتشارك فيه وتغطيه بكل تجرد، غير كتعطي الخبر وكذا وكذا. انفعال، كل شيء منفعل، كان بكي ودموع احنا زايدين مع الناس، هذا الشيء امواج بشريه زايده، ولو كتسمع غير الله اكبر وهذا الى اخره. يعني في هذه الأثناء بدأت بعض الطائرات الاستطلاعية المروحية الإسبانية تحلق بالقرب من المتطوعين، لكن بدون أسلحة، كانت تقترب من المتطوعين. أنا كانوا صفوا داكشي اللي أمامي، وفي وقت من الأوقات قلت الطائرات الإسبانية النفاثة، طائرات النفاثة، على هذا الجملة نفاثة تحلق في سماء المسيرة الخضراء وكذا، هذا لإرهاب المسيرة ولإرهاب كذا. صاحب الجلالة حسن الثاني كان كيسمع الروبورتاج ديالي في أكادير، وهو يعيط واسمع هذه الجملة اللي قلت، هذا هو يعيط السي بن هيما وزير الأنباء، قال له السي بن ددوش قل له لما يجيو الطيارات النفاثة الحقيقية كيفاش غيسميهم، ونصرنا هذوك غير طائرات ديال الملاحظة. كان الله يرحمه وزير الإعلام آنذاك أحمد طيبي بن هيما، هو اللي كان وزير الإعلام في ذاك المناسبة، كان كلفني بواحد المهمة، قال لي تأطر الصحفيين الأجانب، يعني الصحفيين الأجانب اللي ما كيفهموش اللغة العربية، اللي بغى يترجم له شي حاجة ترجمها له، اللي بغى شي اتصال مع شي واحد تكون معاه، المهم وتعرف شنو هما الاراء ديالهم وشنو هما الافكار ديالهم وتساعدهم. Pour récupérer leurs terres.
ردود الفعل ديال هذوك الاجانب داك الصحفيين، يعني الاكثريه فيهم من غير خلي العرب، مي الاكثريه فيهم ديال الاوروبيين وامريكان، ما فاهمين حتى شي حاجه، ما فاهمين شي كيفاش كيمكن واحد الملك او رئيس دوله كيف ما كان يعمل خطاب ويجمع 350 ألف الناس مستعدين لاي شيء، اي تضحيه. وكان الحدث كبيرا جدا، ولكن من الناحية المهنية والفنية كان يصعب علينا نقل تلك المشاعر، لأنه لم تكن هناك من وسيلة الاتصال غير الهاتف، وكان مركز الهاتف واحدا فقط أو اثنين، والصحفيون المغاربة والأجانب يصطفون صفوفا من أجل أن يصلهم موعد إجراء المكالمات. نمليه هكا حرفيا نمليه، وعندنا الشخص في المركز يكتب حرفا بحرف أنت تملي عليه وهو يكتب. وسبق لي في هذا أن عملت في هذا الميدان إلى درجة أن كنا بعض المراسلات كنا نمسك الهاتف لأكثر من ساعتين أو ثلاث. إنني وأنا أخاطبكم أعتقد شخصيا وإيمانا وأؤمن إيمانا راسخا بأن مسيرتنا قد أدت رسالتها، وأنها قد أدركت هدفها، وأنها ولله الحمد قد حققت ما كنا كلنا نحن أصدقاؤنا ومحبونا ننتظر منها. هذه مسألة عاطفية تقريبا، يعني ما يمكنش تحكموا عليها كصحفي، يعني يصعب علي أن أحكم على القرار هذا، ولكن أنا بنفسي حسيت براسي بأن ما خصني نرجع، خصني نستمر، عندي بزاف ما ندار مازال، فهمتي؟ إذا عندي مسألة غير فيها شعور. إيوا كل واحد كيف كير، عرفتي ديك الساعة أي وسيلة عندك قضي بها الغلط. يعني أنا شخصيا هذا كاميو، هذا كار، هذه الجيب ديال الجدارمية، هذا كاميو العسكر إلى آخره، فين المكان كنتعلق وكنزيد. ما كيبقى ديك الساعة لا مدير ولا صحفي ولا حتى شي حاجة، ديك الساعة كل واحد كيدبر راسو وسعي. وعاوتاني تلاقينا بنفس الوسائل، الجميع نستعمل نفس الوسائل، ما عندكش شي وسيلة أخرى. طبعا نرجعوا بحالتنا، غادي نرجعوا لكادير، على الأقل غادي نتمتعوا في اوتيل، لان ماشي ساهل ذاك الجو ديال هذا، تعرف بان ماشي ساهل بان الجو ديال التطوع، كان شي حاجه اللي هي شويه قاسحه، ولكن القصحيه ديالها هي الحلاوه ديالها، ديالها هذوك الجو اللي عشنا فيه. حنا كنا بان الناس ديال التلفزيون ناس مفشين اوتيلات وهذا، تعيش المسيره شي حاجه خارجه على المعتاد. الواقع أن توقف المسيرة كان إيدانا ببداية مسيرة مفاوضات أخرى، لأنها توقفت في ساحة الميدان لكن بدأت خلف الأضواء. وخلف الأضواء كان ذهب وزير الخارجية المغربي إلى مدريد، وكانت هناك مفاوضات عسيرة جدا. إذن في هذه الأثناء ظهرت تطورات جديدة في حسب ذا. في 8 نوفمبر أوفدت الحكومة الإسبانية من جديد ممثلها الخاص وأعطاته من صلاحيات سياسية ما تجعله يتفق مع الجانب المغربي، فاستقبله جلالة الملك مطولا في أكادير، وتم الاتفاق حسب الرواية المؤكدة على الصيغة النهائية للمفاوضات
ولمشروع الاتفاق الذي كان يظهر في الأفق. تنطلق أنا مكالمة هاتفية من وزير الإعلام، أول مكالمة وآخر مكالمة هضر معايا فيها من أكادير. فهذاك التليفون ديال الإذاعة اللي قلت لك سميتو البيلو، تتقول له السلام عليكم، خصها 4 ساعة باش نوصل له، عاود تيقول لك عليكم السلام، تبقى تنتظر. قال لي غدا غتكون في 10 الصباح في المطار ديال مراكش، غتمشي لإسبانيا. ربما ما كاش متخيل كيفاش دايره هاد الصحراء وكيفاش جالسين الناس فيها وما كاين لا وسائل اتصال، وباش نطلع انا لاكادير تيخصني الطوموبيل وخصني نضرب 500 كيلومتر والطرقان عامره بالكميه ديال الخبز والماء وهذا. انا شخصيا كان سي العربي الخطابي الله يرحمه تيقول لي بعض الاشياء، ولكن تيقول لي ما تقولهاش، وانا ما كانش واخا كون قال لي قولها ما نقولهاش، لان كنت على وعي بان العمليه معقده وما خصهاش خرجه اعلاميه تخسر شي حاجه، لان الا تخسرت شي حاجه غتكون طامه كبيره. فكان تنقتصر على انه الاجتماع ويتكون في المغربي من فلان وفلان وفلان، وفي الاسباني من فلان وفلان، وقدم الاجتماعات من الساعه كذا الى الساعه كذا، وملي تنبغي نفوه تنقول وقالت صحيفه البايس الاسبانيه، وتنسب لها هي. بعد النهايه ديال المفاوضات وعوده الوفد المغربي تقرر باش يرجعوا المتطوعين المتطوعات للمدن ديالهم باستقبالات شعبيه كبيره بحال شي حجاج راجعين. الناس خرجوا بالالاف، وهذوك ما جايين في ذات كاميويات يلوحوا لهم هذا وكذا كذا كذا. الوسام هذا ديال المسيره من بعد انتهت المسيره، يعني بواحد العام تقريبا او شهور ما عقلتش دابا بالوقت بالضبط، كانوا وزعوا اوسمه ديال المسيره على جميع الناس اللي شاركوا فعليا في المسيره، وتعطى لواحد العدد ديال الصحفيين مغاربه وربما حتى اجانب تعطاهم. والجميل في هذا الوسام وانك مره تدخل واحد النهار درت على صدري وسام نفسه كان داروا الملك مع الحسن الثاني. وبذلك يكون كل المتطوعين والمتطوعات قد أخذوا طريقهم إلى مدنهم وقراهم بعدما أدوا هذا الواجب الوطني التاريخي الذي نادى به قائد التحرير وموحد الوطن جلالة الملك الحسن الثاني أيده الله. سيدتي وسادتي، إلى اللقاء في رسالة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.